ببلوك نوت لليوم معي السيدة ندى فريم حجيلي من جمعية سيناكل دو لا لوميير. صباح الخير. كيفك رانيا؟ كيفك أنت اليوم؟ حضرتك من جمعية سيناك دو لا لوميير، نائبة رئيسة الجمعية. جمعية بتعنى بالمدمنين على المخدرات، بتجربوا توقفوا هالآفة الاجتماعية البشعة. عارفينا شوي هيك عن سيناك دو لا لوميير، ليه تسميت سيناك دو لا لوميير وأي متى بلشت؟ تأسست الجمعية سنة 2006. نعم. اسم علية النور بيعني علية، بتعني وين ما بيجتمعوا الأشخاص، وين بالإنجيل يعني هي وين كانوا مجتمعين الأشخاص وقتها حل الروح القدس عليهم. دونك معناها كتير أساسي، لأنه نحن العلاج اللي منقدمه للشباب هو بإطار جماعي ومسيحي، يعني الشباب بيكونوا عايشين مع بعضهم، عبيتشاركوا. لأنه بتعرفي نحن عنا مركز بعناية، مركز تأهيل نستقبل الشباب فيه، دونك بيكونوا عايشين فوق. وعناية هي أصلا منطقة هيك شوي فيها قداسة أكثر من غيرها، بوجود القديس شربي المباركة. أكيد أكيد هي بعيدة شوي يعني عن ضجة المدينة إذا بدك. دونك هيدا الإطار يلي بيكونوا هن موجودين فيه هو كتير أساسي تيساعدهم هيك بهالمسيرة يلي هن ماشيينها مع غير أشخاص عندها كمان مشاكل. يعني في هيك مثل طريقتين للعلاج عندكم، الطريقة طبعا الطبية وأيضا الطريقة الروحية اللي بتعتمدوها كتير. أكيد نحن يعني الابروش تبعنا هي متكامله، نشتغل مع الشخص على النطاق البيولوجي، النفسي، الروحي والاجتماعي. مثل ما بتعرفي الادمان وقت الشخص يفوت بافه الادمان حياته بتتخربط على كل الاصعده، بقى كثير مهم نقدر نشتغل معه للشاب على كل اصعده حياته تيقدر يرجع يبني حاله ويرجع مهنيا تحديدا. ايه اكيد مهنيا يرجع يكتسب المهارات كمان. نحن المركز عنا عدة سيرفيسات منقدمهم للشباب، يعني إن كان عم نشوف البعض من صوركم. هو الصور بتريننج كنا عم نعمله. دونك نحن بنشتغل مع الشاب، مثلا بكون عايش بالمركز فوق، بكون في حياة روحية يومية، بكون في ديسيسيون دو جروب، أكيد بعدين في إرشاد شخصي وإرشاد جماعي. دونك هول الأمور كتير أساسية تاي شخص. عم نشوف مكتوب على تي شيرت فولنتيرز، أي متطوعين. أكيد المتطوعين عندهم دور كتير أساسي بالجمعية، وهون هيدا مخيم مرة مع الشباب طلعوا مشيو. دونك كمان النشاطات يلي بتساعدهم كمان يرجعوا هيك، يرجعوا على السبار، يرجعوا يعيشوا حياة فيها كتير صحة، يعني هيدا كتير أساسية. وأكيد كل شيء نفسي كمان كتير أساسي عنا بالجمع، كتير أساسي لمسيرته للشخص، لأنه كتير مهم أنه هو يواجه المشاكل اللي هو عايشها كمان تيقدر هيك يتخطيها مع مساعدة فريق أكيد متكامل الاختصاصات. والحياة الروحية هي كمان بإيماننا نحن كجمعية أنه الشخص كتير من آمن أنه الشخص وقتها يرجع يتعرف على يسوع، يرجع يتعرف على الإيمان بحياته، هو بيرجع يبني حياته على أسس متينة. أكيد حلو كتير حكيك ندى. قد ايه مهم أنه يكون المركز بعيد عن أضواء المدينة، بعيد عن الضجيج، ويمكن بعيد عن التجارب اللي بتقدمها؟ أو نحن عندنا مرحلتين بالعلاج بعنية النور. عندنا مرحلة اللي هي مرحلة التأهيل، هي 15 شهر، هون الشخص بيكون عايش بمركز التأهيل وشوي شوي ببلش يرجع يتعود ينزل على المجتمع. أكيد في فترة كتير أساسية يكون هو بعيد عن كل شيء، حتى ما بيكون في اتصال مع أهله بفترة معينة، تهو كمان يرجع يوقف يبلش يرجع يعمل مثل ان ركول معين مع الفريق، يرجع بعدين يرجع يعمل هالخطوة. شوي شوي ببلش يرجع يعيد الاتصال، إن كان بالعائلة إن كان بالمجتمع. دونك الانخراط بيصير ببلش من وقت ما هو بالمركز وبيطرق ورا بعضه، يعني حسب المراحل يلي هو لازم يقطع فيها. أكيد في مراحل وفي أهداف هو بكون بالتأهيل، في كل واحد عنده أهداف بكون موجودة تيقدر يرجع على المجتمع. دونك من بعد هال 15 شهر عندك 18 شهر، هون الشخص بكون رجع على المجتمع. هون كتير أساسي كمان الشخص مش الهدف يبقى بالمركز التأهيل، الهدف بالمركز يكتسب المهارات الأساسية، يرجع هو يوقف قدام حاله، يرجع يكتسب القوة اللازمة مع أكيد كل الأمور اللي بتكون عطت له بالمركز، تا يرجع على المجتمع. الهدف هو يرجع يبني حياته. نحن كتير شفنا أشخاص قدرت رجعت بنية حياتها. قدرت رجعت تتجوزت، عم تشتغل. أدي لكم ندى، نحن قلنا من 2006. كم شخص صار ماري عندكم؟ هيديك السنة نحن بال 2013 اجى لعنا 70 شخص قدرنا. نحن المركز بساعة 20 شخص، عنا 20 تخت بس بكل البرنامج. عنا أكيد في مرحلة تحضير هي اللي ما قبل
وهيدي اللي بتنعمل ايضا برات المركز. هي كمان بتنعمل برات المركز هون اكيد بيكون عم بيتعرف على جمعيه نحن عم نتعرف عليه. بعدين بيفوت على المركز. نحن هون فينا نستقبل 20 شخص. بعدين عندنا مرحله اعاده الدمج ري انتري، هون كمان فينا نستقبل، بيكون فينا عاده عندنا شيء 10 اشخاص. يعني نحن اول ان اول فينا نساعد بذات الوقت تقريبا حوالي 38 شخص، مش قليل ابدا العدد. شفنا نشاطات كثيره بالصور اللي مرقت معنا، وطبعا نشاطات كثيرة بتقوموا فيها هي لجمع التبرعات من شان تقدروا تقوموا بمصاريف الجمعية، لتقدروا تأمنوا علاج، لتقدروا تأمنوا يمكن فريق عمل متكامل للجمعية. شو عم بيكون عندكم أهم المشاريع؟ واليوم أيضا موجودة معنا حضرتك لحتى نحكي عن آخر إيفنت رح تعملوا اللي هو كم الايف. ثانك يو. نحن الجمعيه هي بتقوم اكيد على تبرعات الاشخاص تبرعات الشركات وعلى كمان النشاطات اللي احنا بنقوم فيها. هلا نحن حابين كثير نحكي بكام الايف اللي هو نشاط بنعمله سنويا، هو كونسير روحي. عم نشوف هذا البوستر، هو كونسير روحي بنعمله كل سنه، الهدف منه اكيد نطلع مصاري للجمعيه، بس كمان هدفنا الكبير هو انه نقدر نوصل خصوصا للشبيبه بمساج نرجع هيك نعرفهم على الإيمان، نرجع نقربهم على يسوع، نرجع نقربهم على هالطريقة اللي هي كتير أساسية بحياة كل شخص. وهي إذا بدك مثل بريفنسيون عن شخص كمان يرجع يوقع بالمخدرات، يعني يكون ماشي بطريق صح، عم ياخذ قرارات صح بحياته. دونك نحن هالسنة الكونسير مثل هديك السنة 15-16 نيسان طبعا 15-16 نيسان فيه أكثر من 15 موسيقى ومغني، يعني عندنا 17 موسيقى ومغني بقصر المؤتمرات بدبي. والسنة عاملين نحن ما بكون بس ريسيتال، بكون أكثر مثل ميزان سين معينة تنقدر نوصل المساج اللي حابين نوصله. بتنبيع التذاكر بفيرجن؟ بتنبيع التذاكر بفيرجن، والسنة محضرين لهم شيء كتير حلو لأنه في فيلم كمان مع الكونسير. الفيلم هو بخبر قصة، هو الكونسير كله بخبر قصة مرة هي جورناليست يعني، وبتقطع بمرحلة صعبة بحياتها وكيف بعدين بتقرر تروح تنبش على جوابات، وكأنه مسرحية موسيقية. ما فينا نقول مسرحيه لانه ما في تمثيل. التمثيل عم بيصير من خلال الموفي. واكيد بتلتقى كمان باشخاص قطعوا باختبارات حقيقيه بحياتهم، يعني بندمج بين الفيكسيون والرياليتي تنقدر نوصل نحن المساج بين الخيال طبعاً. والواقع. مزبوط. على كل جايبتي لنا معك فيديو صغير رح نشوفه سوا ونتابع حديثنا. أكيد. مدام خافي ربك، ما رح امضي الورقه الا اذا انا باخذها. لوين بدك تاخذيهم؟ رايحين مشوار. بعد ما التقينا بموفينج ماونتينز ناطرينكن السنة بكام الايف، كونسير روحي وشهادة إيمان ب 15 و 16 نيسان على مسرح قصر المؤتمرات دبي من تنظيم ولدعم جمعية علية النور. لكن للتواصل مع جمعية علية النور أكيد بيقدروا يتواصلوا معكم على الفيسبوك بيج، وهون في عنا كان تفاصيل كاملة للكونسرت اللي رح يكون لمساعدة طبعا المدمنين على المخدرات. هل في عندكم جديد أو مشروع تاني ببالكم؟ هلا نحن بنعمل كثير مشاريع، عندنا بيتزا بتنزل بكل المعارض، وبركي نعمل سيني. دونك حسب السنه يعني كل سنه بنعمل نشاطات كثير. اليوم هيدا اهم نشاط عندنا، يعني عندنا ليلتين، يعني بدنا 2000 شخص يجوا وناطرينهم كلهم يعني يجوا يحضروا معنا هذا الكونسير، لانه بنوعدهم انه رح يكون شيء كثير حلو. ونحن بنضم صوتنا لصوتكم طبعا، ان شاء الله بتكونوا موفقين، وان شاء الله ما بقى نشوف ابدا مدمنين على المخدرات. اهلا وسهلا فيك سيده ندى فريم. مشاهدينا بريك قصير ومنتابع MTV Alive.